السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في كل مكان. النهاردة في موضوع مهم عايز أكلمكم فيه. في كتير من الناس بيبعتوا يسألوا عن حاجات تخص المرضى، وأنا قبل كده قلت كتير 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 يا جماعة ما ينفعش نعالج حد عن طريق النت. النت ده ممكن نستفسر عن حاجات معينة، أفتح لكم سكة معينة تقدروا أنتوا تتابعوا مع الدكتور المختص اللي بتتابعوا معاه، لان انا هقدر اساعد ازاي في حالات بتكلمني. مثلا حد يقول لي انا ابني عنده معرفش كام سنة وعنده سكر، اعمل ايه معاه؟ طب يعني اعمل اعرف ايه انا الدنيا ماشية ازاي؟ والموضوع بيبقى صعب جدا، وعايز حد يقعد معاه يتابع ويتابع السكر ويتابع الدنيا والحاجات دي. واحد يقول لك انا عندي حد مريض ودخل معرفش فين وعمل كذا ومش او حد يبعت يقول لك انا بطني بتوجعني، ايه رايك ساعدني؟ طب ما انا هساعدك ازاي؟ بضحك عليك، اقول لك خد كذا او اعمل كذا. طب افرض خدت كذا دي وضرتك، يعني انا معرفش الهيستوري بتاعك ايه، معرفش المرض بتاعك ايه، معرفش عنك اي حاجه خالص، ولا قعدت معاك ولا اعرف عادتك ايه ولا اي حاجه خالص، ومطلوب مني ان انا اساعدك. فطبعا انا بقول لكم اسمعوا كلامي، مهم جدا، ما تسمعوش ولا تاخدوا علاج عن طريق النت، لان ده ممكن يضر. ما ينفعش. انا ضد مبدا علاج النت الا اذا كان حد يعني انت عارفه شخصيا او بتتابعه او كنت متابع معاك مريض او اي حاجه زي كده. ومش بقول لك كده على اساس مثلا انا بقول لك تعالى العياده عندي ولا حاجه، لا بالعكس خالص، انا ماليش عياده في دلوقتي في الفتره دي، انا بره مصر. وفي نفس الوقت انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم عشان مش عايز حد يضحك عليك خالص، وفي نفس الوقت ما يحصلش ضرر. وهضرب لكم النهارده مثال مهم ليه موضوع يعني اللي بيحصل كتير جدا، موضوع السكر وحاجه اسمها البريتل دايابيتس. البريتل دايابيتس دي يا جماعه عشان نبقى فاهمين، هو السكر الهش. في فتره كده من الفترات هتلاقي ابنك او بنتك، خصوصا من سن 15 ل 30 سنه، النوع الاول دايما، وممكن يحصل في النوع الثاني فجأة كده، السكر لا هو عايز ينزل عالي على طول، ولا هو بيطلع ونازل طالع سوينجينج، عمال يعمل كده. والولد او البنت بتخس وزنها، وطبعا موضوع صعب جدا، والجرعات عمالة تاخد في الانسولين، والجرعات بتاخد الجرعات بتاعتها، والسكر مش عايز يظبط خالص. هل تعلموا ان لوغاريتم كبير جدا الموضوع ده؟ يعني ما حد يبعت لك مثلا على الخاص ويقول لك انا عندي مشكله كده والسكر، المريض دخل المستشفى مرتين ثلاثه وما فيش تحسن. موضوع في غايه الصعوبه ان انت تشخصه عن طريق النت. اولا هضرب لكم مثلا يعني البريتل دايابيتس او السكر الهش، اللي هو سكر شويه عالي وسكر شويه نازل ومشاكل كتيره جدا. هل تعلموا ان مثلا اسبابه ممكن تبقى اسباب نفسية؟ يعني بنسبة كبيرة رقم واحد الحاجة النفسية اللي بتيجي للطفل اللي بيتشك كل يوم وبيبقى كل ما يقعد في حتة، خلي بالك ما تاكلش دي، خلي بالك ما تشربش دي، والناس تبقى بصاله اكنه شخص مش طبيعي. الحالة النفسية بتخليه في الاخر يزهق وما يبدأش ان هو يستجيب لأي حاجة. الناس اللي بتاخد علاج معين في بعض الأدوية ممكن تأثر عليه. برضو في امتصاص الإنسولين من الجلد وأهميته وإن هو يشتغل برضو ليه دور. حد عنده كرونيك انفكشن، عنده مرض مزمن، إصابات في الجلد وفطريات وما بياخدش علاج والحاجات دي كلها، عنده مشكلة في الجهاز الهضمي مع السكر سنين، حصل delayed emitting، الاكل ما بينزلش بسرعه وبيضطر السكر يبقى مرفوع. فالبريتل دايابيتس ده احنا قلنا ان هو يعني السكر اللي هو شويه عالي او شويه نازل، وفي كيتونز، ممكن تلاقي كيتونز مع لما بيكون عالي اللي هو الحموضه. فطبعا ده مشكله، الحموضة بتكرر أكتر من مرة. طبعا هبوط السكر، يقول لك أنا حصل لي هبوط في السكر بالليل وكنت لوحدي وكده، ويتكرر أكتر من مرة. شوية
هبوط سكر وشوية سكر 500 وشوية، وبرضو ما احناش عارفين ايه. اول حاجة بنفكر طبعا فيها الناحية النفسية، لو في عنده مشكلة نفسية او يكون عنده مرض في الغدد الصماء مزمن، حاجة اسمها مورياك سندروم، وده بيبقى مشاكل فيه. ودي برضو من ضمن الحاجات، ما انا لازم اشوف المريض واكشف عليه، ما انا هشخصه ازاي من دخلته عليك وتشوف طوله ووزنه، هل ده عنده مرض في الغدد الصماء ولا لا. طبعا لو لقينا واحد عنده اللي هو الاكل بشراهة، يعني طفل عنده اكل بشراهة او ولد عنده اكل بشراهة، ما بياخدش العلاج، انت سايب له الاقلام وهو بيقول لك انا خدت الدواء وزهق خلاص، الموضوع يومي فما بياخدش الدواء. طب يعني في الحالة دي صعب جدا، يعني طب انت هتشخصه ازاي؟ لازم تتعايش مع المريض. انا دايما لما باجي اعالج مريض بتعايش معاه، بقول له قول لي بالظبط انت بالظبط كده بتصحى الصبح، من ساعة ما بتصحى الصبح لغاية ما بتنام بالليل، اقعد اسمعه واعرف وادخل جوه دماغه. لازم المريض انا كطبيب يعني زي الممثل اللي بيمثل شخصية بيقول لك انا لبست الشخصية دي، انا كمان لازم اكون هو المريض ده قدامي بكل تفاصيله اذا كنت عايز اوصل معاه لحل. طبعا ممكن قوي بيحصل له هبوط السكر وهو ما بيتكلمش عنه، وطبعا جرعات الانسولين من ضمن الحاجات، مثلا يجي له التهاب في زوره كتير والتهاب في الحلقة مستمر، ده كمان بيعمل مقاومة انه ياخد انه يتظبط السكر بتاعه. طب احنا لما نيجي نفكر في موضوع زي كده، هنلاقي لازم الاكزامينيشن هيستوري والاكزامينيشن بتاعه نفحصه، نلاقي فيه هل في مشاكل في النمو بتاع الطفل في السن الصغير، هل في الهيستوري بتاع الادويه، هل الادويه اللي بياخدها في ادويه تانية ماشيه معاه عشان نشوف الادويه دي بتسبب مشاكل ولا لا. فهنبص نلاقي التراكمي بتاعه من 12 لغايه 16 17، التراكمي عالي جدا، وممكن منهم ناس السكر بيبقى نازل على طول، ونعمل تحليل، لازم نعمل له 2 اور بروفايل بتاع الجلوكوز والجرعات الانسولين اللي بياخدها في خلال 48 ساعه، ونشوف الانسولين اللي بياخده ده بياخده ازاي، ونعمل له سبورت. لازم دكتور، يعني هم في الغرب هنا في الغرب بيقول لك الدكتور النفسي ده رقم واحد، يعني لازم دكتور نفسيه بيقعد معاه والناحيه النفسيه بتاعته ويفهم منه ايه الوضع والحاجات دي كلها، ويبدا بعد كده يعني يشوف بقى، نشوف نعيش بقى في الشخصيه بتاعته، بياكل ازاي وبيشرب ايه طول اليوم، ولدرجة ان يعني ممكن يتابع الطفل 24 ساعة مع حد مثقف سكري والناس اللي هم بيبقوا شغالين في الفيلد بتاع السكر. ممكن نعمل له الجاستريك ايميتنج تيست اللي هو درجة الفراغ المعدة للأكل بتاخد وقت قد ايه. ممكن نشوف الانتيبوديز للانسولين ريسبتورز، هل في اجسام مضاده موجوده للريسبتورز نفسها، وبعد كده بندخل على الادويه والاستعمال والحاجات دي كلها. فهل بالمنطق كده يعني انت ممكن مريض الواحد يساعده عن طريق النت ويبدا في علاجه ويبقى مطمئن انه هيدي له قرار او يقول له راي؟ طبعا لا. في حاجه تانية، ساعات مريض يبعت لك تحليل، وانا لو قلت لك رايي في التحليل ممكن الدكتور اللي بيعالجك ليه راي تاني، والراي التاني ده ممكن هو شايف حاجه معينه، او انا مثلا ساعات اشوف حاجه في الاشعه التلفزيونيه مثلا ما بحبش اقلق المريض واقول له عليها لانها حاجه بسيطه، وبعدين هقول له كويس، هيروح للدكتور يقول له ده دكتور تاني شاف كذا ويلخبط ولا يثق في الدكتور ده، وفي الاخر ولا ينضر. دي معلومات برضو مهمة. في الحقيقة العلاج بتاع حالة السكر الهش ده يعني لازم زي ما قلنا الممثل يعيش الشخصية بتاعت الشخصية اللي بيمثلها،
لازم انت كمان كدكتور تعيش المرض نفسه وتحس بيه وتبدأ تعمل. لازم تعليم الطفل او اللي عنده بريتل دايابيتس ده، تحليل سكر مستمر وسايكو سيرابي. ده بقى العلاج النفسي اهم حاجة في الموضوع كله. فطبعا اما توصل للتشخيص وتوصل للاسباب اللي احنا قلنا عليها اسباب كتيرة، الوضع هيختلف خالص. يعني انت مثلا هيبدأ تفكر بوعي، هل الموضوع ده يعني اسبابه ايه؟ ما ممكن واحد يقول لك انا باكل بشراهة، ما طبعا السكر بعالي على طول. واحد حالته النفسية مش قادر خالص، الديسيجن اللي بياخده والتمرد والحاجات دي كلها، بيخرج يلعب كورة يقول لك مش واخد انا علاج، زهقت النهاردة مش واخد. عنده مشاكل في الغدد الصماء، في الغدة اللي فوق الكظرية، في الغدة النخامية، عنده مشاكل في الغدة الدرقية. طب ما هو كل ده الانوركسيا نيرفوزا اللي في ناس ما بتاكلش، عنده انيميا مستمرة، عنده وسواس قهري. فالموضوع يعني فعلا بجد يعني الموضوع مش سهل خالص. يعني انت تاخد قرار علاج مريض، فما بالكم بقى في العيادة مش سهل لما بتقعد معاه، ما بالك بقى عن طريق النت. وفي ناس بصراحة هي لها حق طبعا، هو نفسه ان هو يشوف حل الموضوع ابنه، بيبقى زي ما بيقولوا الغريق بيتعلق بقشاية. انا معاكم، الغريق بيتعلق بقشاية، بس احيانا الصح هو الصح في الاخر. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفتح الطريق للمريض، لكن يجب كويس جدا، يجب على المريض يتبع الطبيب اللي بيكون بيعالجه، لان ده اللي مستمر معاه. مهما كان الدكتور على النت او اي حاجة زي كده، هو بيديك معلومات ممكن تكون غايبة عنك خالص، وبيساعدك على قد ما يقدر، بس القرار النهائي للدكتور اللي بيفحص واللي بيعمل التحاليل واللي بيشوفه واللي يقعد معاه. انا بنصحكم اللي مش مرتاح مع دكتوره وما بيعملش معاه اللي انا بقول لكم عليه، يشوف دكتور غيره. الدكتور لازم حضرتك تبقى معاك رقم موبايله ولازم يرد عليك، ولازم المريض المزمن سكر ضغط لازم، امال انا بروح له ليه؟ لازم يرد عليك، لان في احيانا انت طلعت الساحل تصيف مثلا ويبقى الواتساب شغال ما بينكم، هو خلاص عارفك وعارف، هتقول له يا دكتور انا حصل كذا كذا والحل ايه، اعمل ايه، هيقدر يفيدك لان ده مريض بتاعه. لازم الحاجات دي تتم، وما تنكسفوش ان انتوا تطلبوها من الدكتور بتاعكم. هتلاقوا في دكاتره امينه جدا كتير، وفي دكاتره كويسه جدا كتير. انا النهارده حبيت اعمل فيديو باستفاضه شويه، انا عارف ان انتم هتتفهموا الكلام اللي انا بقوله، واتمنى ليكم ولولادكم الصحه والعافيه، ويا رب تكونوا دايما على خير. تحياتي ليكم، واشوفكم في فيديو تاني. وطبعا في بتدوسوا لايك في القناة على اليوتيوب والجرس، على اساس ان لو نزل فيديو بيجيلكم على طول اختار بيه. اتمنى ليكم الصحة والعافية، لان فعلا الصحة دي تاج على رؤوس المصحين ورؤوس الاصحاء. الصحة فعلا تاج على رؤوس الاصحاء، ما بيعرفش قيمة الصحة إلا اللي بيكون بيفقدها. شكرا، واشوفكم قريبا ان شاء الله.